بسم الله الرحمن الرحيم. سعيدين اليوم تواجدنا في موقع الاحتفال لوصول ان شاء الله المسبار العملي للمريخ. إشارة للعالم من دولة الإمارات بدأت فعلا تستثمر في قطاعات مهمة وحيوية، جزء من الاقتصاد المستقبلي للدولة إن شاء الله، وأيضا جزء من تطوير الكادر البشري الإماراتي. اليوم نتكلم على اهتمام كبير في قطاع دول كبيرة سبقتنا فيه، ولكن دولة الإمارات إن شاء الله من خلال اليوم بتكون إحدى 5 دول اللي فعلا وصلت للمريخ بإذن الله. وهذه رسالة أن دولة الإمارات تبعث رسالة أمل للجميع في المنطقة وللدول الإسلامية، أن العالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي قاد العالم في بداية ظهور العلم، وإحنا ما زلنا في هذا الركب. من خلال الاستثمارات في الكادر البشري، استثمار في الشركات الموجودة، الشراكات اللي تم بنائها، مراكز البحث والتطوير، بين أن هناك منظومة متكاملة في مثل هذه القطاعات. قطاع الفضاء أحد أهم القطاعات اللي ياسين نشوف فيها نمو كبير في المرحلة القادمة. وقاعدين نشوف خلال السنتين 3 سنوات الماضية في اهتمام كبير من صناديق الاستثمارية اللي فيها مخاطرة في الاستثمار في هذا القطاع. قطاع فعلا واعد، قطاع يبين أنه فيه بعد نظر من قيادتنا للبدء في قبل العديد من دول العالم. نتكلم على دولة استثمرت في هذا القطاع وقاعدة تنافس أكبر 5 دول عالمية في الاستثمار في قطاع الفضاء. إن شاء الله بعد وصولنا بيكون هناك استمرار في الاستثمار، تشجيع الشباب للدخول في هذا القطاع الاستثمار، ريادة الأعمال، نتكلم على الصغار المتوسطين المستثمرين، تشجيعهم أيضا لاستقطاب صناعات الفضاء للدولة، استقطاب الأموال للدولة لفعلا الاستفادة بشكل متكامل من هذا المشروع.